اهلا وسهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا اللي الله يعيننا على تعليقاتهم اليوم، بالذات احمد صبيح كاتب الصحفي والناقد الرياضي المعروف. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. بالعكس استاذ تركي، انا سعيد وجودي في هالحلقه اللي اراها يعني مميزه. قبل بدايتها كنا تحتفل بنادي شرف الرياضة السعودية قبل ما يشرف المنطقة الشرقية وتحديدا منطقة الأحساء. أيضا سعيد بوجودي مع الضيوف، وسعيد بارتدائك هالتيشيرت الفتح اللي حي يستحق. يستاهلون جد والله، يستاهلون ولايق عليك والله، كأنك محور يعني. شوف بدينا أنا محل الحلقة تكفى. لا والله وعدت ووفيت في الوعد. الحين أول واحد يعني أرسل تعليق فيصل بن تركي يقول لي تركي ابو هشهش. يعني هذا اول ما بدينا الحلقه، والله يخليك. يعني انا وفيت بالوعد. لا بالعكس، واتشرف يعني انه انا ارتدي شعار الفتح. يعني بصراحه كنا نقولها في بدايه الموسم انه الفتح ممكن يوصل ممكن ما يوصل، وحطينا هذا نوع من التحدي لانفسنا يعني انه كاعلام ممكن اوفياء، وفعلا حقق الشيء الكبير والشيء المهم. واليوم انا اتشرف فعلا انه اول مره في حياتي اقدم برنامج رياضي او حتى اطلع في وسيله اعلاميه وانا ارتدي شعار نادي ألبسة، واليوم أتشرف بارتداء شعار الفتح. رحب بالأعزاء محمد الغامدي مدير تحرير بصحيفة عكاظ. هلا وسهلا محمد. مرحبا تركي، حياك الله. والعزيز جدا الفتحاوي الكبير دكتور جاسم الحربي اللي يعود للبرنامج خصيصا من أجل الفتح. يعني من أجل الفتح الدكتور يعني سوى كل الاستثناءات والمستحيل أنه يصير، والأخوان في قناة الدوري والكاس قالوا عشان الفتح وعشان دكتور جاسم الحربي وبرنامج كورة وافقوا انه يكون معنا اليوم، واحنا نتشرف ونشكرهم ونشكر وجودك. ومبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، ولنا الشرف الكبير بصراحة وجودي مع زملاء واساتذة الأستاذ أحمد والأستاذ محمد. يعني بصراحة مهما أعطيتهم من حقهم ما راح أوفيهم فيه. أيضا أنت يعني بصراحة صاير مثل أخصائي العلاج الطبيعي. ترى الثوب برا يعني مطلع. لا والله بالعكس، ترى غير يمك، أنا ما لقيت مقاسي ولا كان شخص مثلي. يعني أنا اللي لقيت ترى رحلة طويلة يعني. تركي الفتح يستاهل. كثير يمكن شككوا من الجولة الثانية بأنه يعني ما عنده النفس الطويل لأنه يحقق الدوري، لأنه تعرف الدوري طويل ويحتاج فعلا البدلاء الجاهزين اللي يستطيعون انهم يسيرون النادي في احسن موقع بالنسبه له. فاعتقد من الجوله الثانيه وان الفتح ماسك زمام الصداره، وهذا ما تم من فراغ، تم من عمل تكاملي له 4 سنوات تقريبا، جهاز اداري والجهاز الفني واللاعبين، والاهم من ذا كله روح الفريق الواحد. يعني تحس انه فعلا كونوا شخصيه للفريق، سواء كانت من ناحيه السلوكيه او من ناحيه الفعليه من ناحية العمل. فهذا ناتج عمل كبير. يعني مهندس عبد العزيز العفالك كسب شريحة كبيرة من الرياضيين. صح. يعني ما الفتح لم يكون له أعداء. الأستاذ أحمد الراشد كمشرف عام على الكرة أيضا نفس الشيء. الجهاز الفني من يعني تولى مهام التدريب صعد فيهم وصبروا. يعني عادة الفرق لما يصعد معها المدرب يبحثون عن مدرب آخر، ولكن نادي الفتح يمكن كسر القاعدة هذه، استمر على مدربه، ورغم أحيانا تجي خسائر كبيرة إلا أنه في ثقة مطروحة في المدرب وفي اللاعبين. أعتقد هذا يعني تكلل بالنجاح في الأخير، وبصراحة أغلى نجاح تحقيق. صحيح. دوري مثل الدوري السعودي ليس سهل أمام فرق كبيرة وعريقة ولها تاريخها، هلال والنصر والشباب والأهلي والاتحاد الاتفاق الشباب، اعتقد فرق كبيره لها حجمها ولها ثقلها في سواء على مستوى الدوري على مستوى البطولات سواء المحليه او الخارجيه. صحيح. فياتي الفتح ويتعلى القائمه هذه، اعتقد فرصه. ولسه الان ممكن يكسرون رقم اعلى نقط، ممكن يوصلون الى 67، وهذا ما حد وصل. يمكن الهلال 64 والاتحاد الشباب، الهلال والشباب اللي وصلوا ل 64 متوقع. يعني هو متوقع يعني فوزهم على الوحدة 64، تعادل مثلا مع الاتفاق 65 يكون كسر الرقم برضه. فاعتقد اللي عملوه كسر الدنيا وكفاية باللي سواه يعني. اخي ايش بيكسر بعد يعني. محمد ايش تحب تقول عن الفتح؟ طبعا الف مبروك لجماهير الاحساء بشكل خاص، المنطقة الشرقية وكل محب لهذا النادي. حقيقة قدم دروس بالفعل يعني للجميع، من أندية كبيرة وأندية صغيرة. الأندية الكبيرة
الدرس اللي قدمه لها أنها كيف تستثمر أموالها بالطريقة الصحيحة، والأندية الصغيرة كيف تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه الفتح، وأنه بالإمكان الوصول، كل شيء متاح. متاح. الجانب المهم عندي في الفتح بصراحة، وأرجو أن لا يغضب مني أبناء ومحبي الفتح، أنه هل يستمر الفتح بهذا التألق في المواسم القادمة؟ لأنه بصراحة الكرة والرياضة علمتني أن في عديد من الأندية البارزة والمتألقة في مواسم سابقة لم تستمر أو لم يظهر تألقها سنوات طويلة، ولازم الفتح يستفيد من تجارب. لازم بالفعل، يعني إذا أعطينا أمثلة نذكر النجمة، الطائي، يعني الرياض، القادسية، تعاون، أسماء وصلت وحققت بطولات سواء محلية أو حتى إقليمية أو قارية أو وصلت نهائيات. نعم، فلذلك هذا الجهد يحتاج يعني تفكير ملي في عملية التنظيم، لأن الخوف اللي يعني بصراحة يستشعره المتابع والناقد الرياضي أن الفئات السنية في الفتح وخاصة في درجة الشباب والأولمبي ليست بتلك الصورة التي ممكن أنها تتيح في إمداد الفريق الأول بلاعبين. أنا أتكلم من واقع مراكز متأخرة في الأولمبي أو درجة الشباب، لكن بشكل عام هذه الأمور من خلال صناع القرار ورجالات الفتح قادرين بحول الله أنهم يستثمروا كافة الأمور التي تتيح لهم الاستمرارية. أنا أعتقد الفتح في المنهجية اللي عملها من خلال 4 نقاط أو 5 نقاط هي التي أوصلته لها الجانب، اللي هي الجو العام. أوكي. بمعنى أن لم نجد هذا النادي في مماحكات وتصريحات استفزازية من أعضاء شرفه تجاه إدارته، برغم أن الفتح تلقى بعض الخسائر وبعض الإشكاليات. الجانب الآخر اللي هو التنظيم الإداري، وهذا واضح من خلال بصراحة الراشد. كل واحد عارف شغله، كل واحد يعمل وبأسلوبه وبطريقته وعمله الواضح. التنظيم الفني من خلال هذا المدرب والاستقرار اللي خلقه، العنصر الأجنبي اللي نجح بصراحة في أنه يكون إضافة، بمعنى الأربع الأجانب كانوا مركز ثقل، ويمكن الفريق الوحيد في المملكة اللي استثمر لاعبيه الأجانب بشكل إيجابي. طيب، كلب للفتح افرح شوي، خاصة تركي أبو هشاش بصراحة مقدم محور ممتاز. بالضبط بالضبط يا شباب، أعطونا الثوب والغترة الله يخليكم. شوف كلب.